مرحبا بكم مره اخرى في الماتينال. وكما تشوفوا في ليزافيش الخاصين بليبرتا فواياج، كما تعودتوا فما ثلاثة رحلات، فما رحله سنحكيو على نوفمبر من 20-25 نوفمبر للناس اللي تحب تمشي لتركيا، عندهم فول على تركيش ايرلاينز مع ترانسفير مع اوتيل 3 ايطوال مع فطور الصباح. بقداش تدفعوا له 199 دينار وبعد 200 دينار على 6 اشهر. اما الناس اللي تحب تمشي لتركيا مع باك تقسيم، فما رحله من نهار 16 نهار 22 ديسمبر، فما من 22 ديسمبر لنهار 28 ديسمبر، فيها الفول، فيها الترانسفير، فيها اوتيل 4 ايطوال، معاها دو اكسكورسيون غراتويت من عند ليبرتا فواياج. الرحله هذه ولا زوز رحلات هذم مليون و790. اكثر معلومات على رحلات ليبرتا فواياج تتصلوا بال 71 90 56 56 ولا ال 20 782 782 والا 29 400 957. والا بيان سور ما ننساوش لي سيبور ديجيتال نتاع ليبرتا فواياج، لو سيت ويب اللي تلقاو فيه لي انفورماسيون الكل، تلقاو لي ديتاي الرحلات واللي دات نتاعهم، زاد كيف كيف المود دو بايمون. ما ننساوش زاد كيف كيف عطوما لا باج فيسبوك دو ليبرتا فواياج، تدخل فيسبوك تكتب ليبرتا فواياج دونك تعطي تلقى لي بوبليكاسيون لي دات لي ديستيناسيون، حتى كي تبعثوا ميساج راهم يجاوبوكم على اسئلتكم. دونك ما عليكم كان تدخلوا لي سيت ويب الباج فيسبوك اي بيان سور نمبر التليفون اللي عطاتهم لكم روسي. ميرسي البنات. احنا تويكا باش نحكي وفلاحه نحكي وجارديناج بستنا، هذاك علاش معانا المهندسه في البستنا دورا سايما حشيشه. بونجور عسيما، احوالك؟ الحمد لله سافا. اليوم شنو باش نحكي دورا؟ اليوم باش نحكي على زاميو كوركاس اللي هو اللي هي سي اون بلانت دانتيريور اي تري ريزيستانت. هذايا سي لا بلانت دانتيريور لا بلو ريزيستانت بالنسبه اللي ما يعرفوش يتلهاو وبالنسبه اللي ما يحبوش يتلهاو. هذايا très résistante. هي اوريجينير من افريك دو ليست والبارتيكولاريتي نتاعها انها très résistante للمانك دو لو، معناها ما تسقيهاش حتى اربع شهور نورمال. باهي برشا باش نحكيو على زاميو كولكاز هكا. اما قبل نرجعوا بحذا للشيف. مرحبا بكم فاطمه، باش نرجعوا نكملوا مع الشيف تحيه اللي قاعده باش تحضر لنا كريم سمارت شيف بالفاني. انا هنايا اخترت كريمة سمارت شيف بالفاني باش تمشي مع الجاتو نتاعي. نحط مغرفتين سكر، نحط باكو الكريمه في نص لتر حليب كيما معناها مكتوب على الباكو نتاعها، مغرفتين سكر وشويه نص لتر حليب، نحط نحركهم. انا اليوم اخترت الطنجره هذيا لو موند دو ديفين باش نطيب فيها خطره، نحاس هي تساعدني على طيب الكريمه. جست معناها نقعد نحركها مشوار، كريمتي تطيب في وقت قياسي. لو طون لي طاب الجاتو نتاعي تبدا الكريمه حضرت. نزين الديسير نتاعنا اليوم اللي هو ديسير على سيت، اللي اخترت عملت الكيك سمارت شيف شوكولا بالتمر. المره هذه قلت لك احنا اوني اون سيزون نتاع التمر، وذاك علاش جو بروفيت باش نخدم بالحاجات نتاع التوا نتاع السيزون نتاعنا، نحضر لها جوست الكريمه ونرجعوا مع بعضنا. يعطيك صحه شيف تحيه. دونك الكريمه سمارت شيف تتاكل بارده والا حتى دافيه في الطقس البارد هذايا، دونك مهم برشا تكون في فطوركم ولا في الديسير نتاعكم. احنا مع اختنا فاتن الحصيري البروكلو والا الشوفلور هذايا، بعد ما كفلناه ولا بطلناه قليناه وتوا حذر سقطر من الزيت نتاعو والمرقه قريب تطيب. دونك من بعد نسقطوه في مرقته. نسقطوه في مرقته، رمينا قرين فلفل اخضر نقطة تجيب لنا برشا في المرقة. باهي قبل ما نتعداو للمرقة نتاع اللوبيا باش نمشيو للرشتة اللي هي حطيناها قبيلة تيب عدس وفول مصري وحمص وروس نتاع ثوم صحاح مع القديد مع زيت الزيتونة مزيان وزيت الزيتونة خليناهم توا هكا تحساو بالكدا بالكدا معناها تحساو فوالا. توا باش نفوحوهم باش نحطوا الملح. بعد ما يحسيو كل نفوحوا وقتها نفوحوا نحطوا الملح ما نكثروش نقروا حساب القديد القديد ونحطوا التابل فوالا. ما نحطوش الفلفل الاكحل في الجاري. وباش نحطوا توا طماطم المعجونه ثلاثه مغارفه كيكا مليانين طماطم معجونه تجي مستحمره اي تجي رشته تجي مستحمره ومعاها مغارفه هريسه عربي باهي مغارفه هريسه عربي باهي
خليهم طوى يطيبوا مليح ونحضروا الرشته نتاعنا نكسروها. الرشته اخترنا اليوم كما قلنا رشته ورده لو غورماند هذوما لي غورماند هذوما باش نكمل. بعد ما يطيب الطماطم بالقدام مع الهريسه نمرقوها باش نرميو الرشته نتاعنا. نسقطوا الرشته وقت اللي يطيب الصوص نتاعنا بالقدا بالقدا. دونك احنا هذا باش حبينا نودوكم. نرجعوا بعد فاطمه وضيفها ولا نعاودوا لكوجينتنا. ميرسي بوكو الشيف. الوغ توا كان نرجع نحكي مع دورا سايم محشيشه مهندسه في البسنة باش نحكي. قلنا على زاميو كولكاز اللي هي النبته هذه اللي قلت انها تصبر على الماء تقعد حتى بالاربع بخمسه شهور. الناس اللي ما تتلاش برشا من النباتات دونك شو نجمو نعرفوا عليها اكثر النبته هذه؟ هي هذايا البلانت هذايا علاش قلت انا تصبر على الماء؟ هي فيها دي ريزوم لي راسين نتاعها فيها دي ريزوم اللي هما تقعد الماء يقعد غادي معناها تقعد الستوك الماء غادي وتقعد تخرج فيه. هذايا علاش سي دو اكوا؟ خاطرها هي في لوريجين نتاعها وين موجوده اليتا سوفاج موجوده في دي بيي اللي يكونوا فيهم دي بيريود اي فوالا في لافريك دو ليست يكون فيها دي بيريود دو سيشخيس معناها تقعد برشا ما ثماش ماء وما ثماش مطر. دونك هي دونك ادابتي للمونك نتاع الماء. وزيد كيف كيف شنو هي البارتيكولاريتي نتاعها؟ انها تتحط في بلاصه ظلمه معناها ظلمه اي مش ما تحبش الشمس. هي بلان دانتيغو ما يحبوش الشمس اون جينيرال. اما شنو هو اكزيجون اون لوميير يحبوا بحذا شباك معناها ثم ضوء لوميير معناها هذا عندك ان كوان في الدار ناقص ضوء ولا حاجه تنجم تحطوا فيه. دونك اسا هي لابوشيت هذه تفوتي العباد الكل هذه سهاره هي تخي ريزيستونت بالنسبه اللي معناها يحبوا فيغدور في الدار وما يحبوش الهواء هذا يا زلمه ولا ما يلقاوش وقت للاتي فوالا اكزاكت. توا هذه مثلا تحطها وكهو ولا تسقيها تسقاها مره في الاربع شهور ما لازم فما مبيدات تحط لها اي ثم هي ما تسقاش مره في الاربع شهور. هي ديزون احنا هي ريزيستونت لمانك دو معناتها. اما تسقيها مره في الجمعتين اما شويه اما يفو ميو تخليها تشيح كو تحط لها برشا ماء معناها خليها تحبش برشا الماء. بالعكس كي تحب كي تحط لها برشا ماء وقتها تولي كالي ريزوم هذوك تعمل بوغيتور وتموت. حبيت نسالها به اوكاو باردون وقتاش نفيقوا بها اللي بالحق الى ابسوربي تو الماء الماء الكل اللي موجود فيها وبالحق النبته عاد شنو لازمها تتسقى وقتاش شنو اللي باين عليها؟ هو التورب هونيك باغ اكزومبل هوني التورب نتاعها تمسها تمسها هوني اهي مبلوله فهمت كيف تحسها مبلوله ديجا اميد لا فوالا خليها تشيح كومبليتمون. هذا انت كي تغطس هكا صبعك هكا تلقاها شيحه لداخل حتى لداخل شيحه تبدا مش كومباكت معناها تبدا شيحه وقتها ما يصيرش اسقيها شويه. اما كان ما تحبش حتى تسقيها نورمال تقعد تصفر شويه فوالا معناها انا ننصح معناها ما تسقيهاش كو تسقيها كو تسقيها برشا فوالا كو تسقيها برشا ولا تسقيها. رسيت عندك سؤال هوني نشوفوا فما ديفيرون تاي معناتها وقتاش لازمني نبدلها من بول بو باغ اكزومبل صغيره وباش نبدلها لبو اكبر وقتاش؟ اي باش نوريكم انا ديجا هوني هو البو فيه نقب هوني وقتاش تراها لي هي تبدا لي غاسين يخرجوا يخرجوا فهم ولا تحس هكا كي تمسها هوني تحسها ماهيش يابسه تحسهم العروق تمسها على السرفاس نتاع الفوا كلها دايره ولا كاريمون تنحيها انت من الواحد نتاعها وتشوفوا لي غاسين ونورا جاي نوريكم كيفاش نبدلوا معناتها نبدلوا من البول بو خاطر فيه شويه دي تكنيك اما هذول اليوم باش تورينا انت كيفاش باش نجموا مثلا عبد عنده النبته هذه زاميو كولكاز ويحب يحط نباتات اخرين في الدار دونك سهله برشا هذه الحكايه. سهله على الاخر هي هي البوتور دو فوي اللي باش نعملها انا توا مش في لي بلانت كول تتعمل. الزاميو كولكاس واللي بلانت غراس معناها كالونكوي بون احنا توا باش نبداو بهذا باش نوريكم كيفاش تعمل. ناخذوا سيكاتور يكون ديزانفكتي محطوط في الجافيل انا ديجا نظفته بالجافيل وماء معناها مش بظوافرنا سورتو با لا لا وناخذوا الورقه احنا تو باش نبدلوا ما نحيولهاش منظرها معناها ناخذوا ورقه من لوطه عرفت فوالا شفت الورقه تاخذ معاها البيسيول نتاعها تقصها اون انكليني فهمتني باهي انا الورقه هذه ديريكت طول تو باش تحطها في الواح نعبي وانا ديجا حضرت طوق ورمل مخلطين مع بعضهم قد نص نص فهمتك
خلطهم خاطر باش يخفف شويه الرمل باش ما يتشدش برشا الماء باش ما تخمرش هي زاده. قلنا هي ما تحبش برشا الماء. ما تحبش برشا الماء. التورب موجوده في لي غوند سيرفاس معناها دي ساشي دو تورب حاضرين. ثم لي فورما كول. دونك نحطوا التراب نتسيب. احنا انا توا جبت ان بتي بو اما تنجم حتى غودي اون بلاستيك معناها يكون منقوب من لوطه بيان سور باش الماء يهبط. نتسيو شوية تراب هكا شوية باه. والفوي ديما تخوا تكون تبدا باهية معناها مش مضروبة مش ما فيهاش صحيحة يعني صحيحة فوالا. ننقبو شوية هكا نحطو تيل فاسون ان سنتيمتر حتى أقل شوية ندخلوها هكا ونتسيو نتسيو باش تشد روحها شوية. فوالا فوالا بعد نسقي. لو ميم جور اي لو ميم جور اي تسقيها. انا ديجا بليتها تورب شويه وزدت هاني تو باش نسقي شويه. كل ما هو باش يبدا يهبط شويه. ما يسالش. فوالا وشنو حضرت هذيا هي اون فيت لازم تقعد الي توفي لازمهاش تكون ثم ايفابوراسيون. شنو مدام هذيك الشتر؟ هذيا دبوزه قصيتها ونقبت فيها هكا نقبت نقبات وباش نحطها هكا وتخليها. قداش تقعد هكاك باش؟ هي توا اونفيرون تقعد شهر باش تخرج. وهي مغطية بالدبوس. مغطية اي تخيل ما تخليها وتتفقد تسقي اي تتفقد ما تخليهاش هذيا ما تخليهاش تشيح. فهمت. زعما ديما اوميد وهذا باش يخلي لوميديتي زاد باش يخلي لك ديما موجودة لوميديتي. وتطلع واحدة في شهير من زمان. فوالا من بعد انت. في البلاتو احنا ديجا. هذيا تخليها في بلاصة ضاوية شوية. وديما تتفقد السقي وكها وديما تسقي. هذايا انا جبت ان اكزومبل هوني نتاع وحده عملتها ديجا وبديت تعمل لي غاسين شويه الغيزوم هو بديت تعمل ريته نفخته بعد تخرج لي غيزوم من لي غاسين. ترجعها تقعد؟ اي تقعد هذايا ما فيها حتى مشكل. نبدا محاربة هذه تحسها للماء طلعها من العروق ترجعها. قلت جمال نتاع نباتية والله بالحق. وفي بلاصة حاجة أخرى في بلاصة سخونة شوية ماذا بينا كان في الدار عندنا شوفاج نحطوها مش بعيدة على شوفاج. أيوا حتى هو برد شوية. كوجينة. وهذايا ليكزومبل كي طلعت هذايا الفوي هذايا البوتشوغ هذايا من هذه أنا عملت هيك طلعوا ديجا طلعوا. سي بيان. سريعة التكاثر هذايا. وهذه زعما تقعد ديما مش قريبة للضوء. تخليها بحظ الضوء هذايا هذايا بالنسبة الكبيرة اللي كبيرة هذيك سي بون هذايا شوية ضاوية شوية مش في الظلمة تخليها كمان. وتتفقد أنت كل مرة تفقد بالشوية يعني كيما وري معناها بالشوية تنحي هكا ما تقويش عليها وتطلعها هكا شوية. ريتها بدات تعمل سافا ماشيين في ثنية باهية وكان بديت تصفار وكل شيء سبب ما مشيتش تعاود تعاود. ميرسي بوكو مهندسة في لبست أنا درة سايم حشيشة. نرجو بعدها لشيف. يعطيك الصحة فاطمة. احنا طاولتنا لازم تكون عليها بريباراسيون بفرماج مرياح على خاطر بالحق سر البنة في الكوجينة هو جبن المرحي من عند مرياح وإلا القوتة زاد البنينة نعملوها في الإفاقس في المالح وإلا في الحلو كما وراتنا الشيف فتحية. وأكيد مازال عندنا دي بريباراسيون أخرين بالقوتة. حضروا رواحكم برشا وصفات البنينة إن شاء الله باش تكون مع فرماج مرياح اللي اخترناه على خاطره 100% حليب. انا باش نعمل بريباراسيون خفيفه وسهله برشا باش نعملو تارت مي من غير فون دو تارت باش نعملها فون اخر اللي هو خبز ساهل بطريقه ياسر بسيطه ما تاخوش وقت. ركزوا معايا بركة. ناخو شويه قوته من عند مرياح نحط لها شويه ملح وفلفل اكحل بالطريقه هذه وحطيت معاهم انا اصفر عظيمه دونك الكل خلطتهم مع بعضهم كيف ما تشوفوا زدتهم شويه فروماج ادام رابي كرابيتو انا باش يذوب لي وسط البريباراسيون ونشوفوا القوتة. علاش ديما نقول لكم القوتة راهي شيحة وباهية للفاقس ما فيهاش ياسر ماء شوفها سينون كان قوتة أخرى راهي سرحت وتخطخط بحال التحليل. دونك هكا تو باش ناخذ من الفارس هذايا شوية خذيت أنا بان دومي ولا الخبز هذايا اللي كله الباب هذاك اللي الخبز الكارو دونك اللي نعملوا الفطور الصباح خذيته وعملته دي ديسك هكا خذيت بصحفة بصحفة بكاس بومبورت بيس كيما تحبوا انتوما دونك تعملوا الفورمة هذه سيركيلار ولا حتى كاري المهم تنحيلوا الأحراف باش يطيب نفس الكويسون وتجي هنا تاخو من هالفارس اللي عملناه بالقوتة والعظم ونحط منه طريف توا نشد فيكسي كعبة الخبز لوطة هكا بالقدا ونبدا ندور نحاول نعمل كيما تقعويرة في الوسط هكا علاش هذيك باش تلملي
فارس اخر باش نعمله باش نوريكم اللي هو باصفر العظم مع حاجات اخرى بنينه، وهذا باش تطيب في الكوشه في وقت قياسي خاطر ما فيهاش روح. باش ناخذ هنا اصفر عظمه ونحطه في وسط التقاويره اللي عملناها. باش ناخذ شويه طماطم قصيتهم هكا دونك فوق منهم، باش نعمل شويه زيتون اخترت اخضر وكحل من غير فصوص بيان سور من غير القلب نتاعو دونك هنا، ونزيد عليهم فرماج كان تحبوا فرماج رابي حاضر باش من عند مرياح، ولا تاخذوا ايدام ولا غودا ولا غرويير كيما تحبوا نتوما، المهم من عند مرياح باش يذوب فوق منهم خاطر كان نوعيه اخرى فرماج نضمن ما نضمنش اللي هي 100% حليب تكون تشيح كي تل من فوق يبدا، دونك ديما ردوا بالكم اختاروا نوعيه ممتازه من اللي فرماج كيما فرماج مرياح يطلع كركولون بالضبط. دونك هذايا باش يطلع كيما قالت شيف فتحيه القلب نتاعها مروب. نكمل انا بنفس الطريقه نحطهم في الكوشه يطيبوا فيما رجعنا لفاطمه والبنات. احنا البروكلو وين وصلنا فيه؟ سي رميناه في الصوص اي كيما تشوفوا ورمينا الرشته في الـ في الـ في المرقه نتاعها في المرقه نتاعها قاعدين يطيبوا تو قريب نسربيو فيما حضروا اللي تاخذ هذوما بالريكوتا من عند مرياح. شيف فتحيه على وصول على قولت هي نرجعوا بعد فاطمه البنات ونكملوا مع بعضنا في كوجينتنا ونخدموا نشوفوا اطباقنا كيفاش باش تزين طاوله الماتينال نهار اليوم. مشكورين لشيف. احنا توا كنجيو لفقره صفصوف. فاطمه كما سنستو بيا كل نهار خميس عندنا روبريك لانستا ستار نشوفوا فيها لي بوبليكاسيون سيغ انستغرام نتاع ممثلين ومشاهير التوانسه عالميين وعرب زاده باش يكونوا موجودين معنا في روبريك. اليوم نبداو مع بعضنا باول تصويره وهي للرابور التونسي سان فرا مع بنته اميره. هذه التصويره هذه لا بوبليكاسيون كتب عليها حبي. هذه التصويره عامله 35088 جيم على الانستغرام، 35088 جيم على الانستغرام. بالحق نحسوا سان فرا ديغنييغمون عمل الغنيه على بنته، عمل الكليب لبنته هاو قاعد يهبط في تصاوروا معاها على الانستغرام، حاجه ما كانتش موجوده عنده سان فرا فاطمه في الاستراتيجي دو ترافاي نتاعو على الانستغرام. ربي يفضل له ربي يفضل له. اغنيه الاطفال اي بوكو با بو هو هو الكليب اللي عامله يحكي لبنته يغني على بنته ويحكي لبنته في حكايه في الاغنيه. نتعدوا مع بعضنا للبوبليكاسيون اللي من بعد اللي هي للفنانه المصريه والممثله دنيا سمير غانم. التصوير هذه دارت برشا على الانستغرام مش كان هي بارتاجيتها، هي تصوير نقيب الممثلين المصري اشرف الدكتور اشرف زكي اللي قام بالواجب في موكب عزاء الفنان الله يرحمه نجل احمد زكي هيثم احمد زكي الله يرحمه ان شاء الله وينعمه. فكل الممثلين المصار وحتى العرب وحتى التونسيين بارتاجيو تصويرة الفنان والممثل اشرف زكي اللي قام معاه بالواجب واكثر من الواجب، وكان فريمون وفاه الممثل الشاب هذايا خلات حرقه كبيره في قلوب الفنانين، حتى احنا اليوم كاعلاميين حاسين عليه وغاضتنا على الاخر يعني حاله الوفاه كيفاش صارت والاسباب نتاعها واللي سيركونستانس كيفاش صارت حاله الوفاه. نقول لكم قداش عملت ساعه من جاي من الببليكاسيون هذايا، عملت 107999 جيم على الانستغرام. نلقاو اول وحده حطت لها جيم رزان المغربي اللي هي فنانه وممثله عربيه. نتعداو بعضنا الببليكاسيون اللي من بعد واللي هي الممثله والفنانه اللبنانيه اللي نحبوها برشا واللي هي مايا دياب ايقونه الفاشن في هاني جايتك ديجا روسي ايقونه الفاشن في لبنان. هذه تصويرتها بعد ما عملت حفله في لبنان في مصر في طابا. دونك لا بوبليكاسيون عامله 89261 جيم على الانستغرام. حبيت نسال روسيتا بما انها هي ملمه بامور الفاشن والامور هذه اش قالك في الروبا القماش لا كولور لا كوب اون جينيرال. با هي ما يجيب بدنها ياسر مزيان معناتها تنجم تلبس اللي تحب عليه وابارك معناتها كل شيء هي عندها ان ستيل معناتها الستيل هذاك نشوفوه على فنانين اخرى يمكن ما يعجبنيش ما هي معناتها توتال لوك في لامبريمي انيمالي مزيان خارج على الاخر ما يجيب عندها ان ستيل وحدها معناتها وتشي لك كافي وي وي جو كونفيرم وي هذيك حبت توصل راه تكور تشي لك كافي يا خويا راه وضعها كافي زاد وي سورتو هكا لاليني. نتعداو بعضنا للببليكاسيون اللي من بعد واللي هي للفنانه التونسيه اللي نحبوها برشا مني العماره. ان شاء الله تكونش باش تكون ضيفه معانا في الماتينال ان شاء الله. مني العماره مهبطه ببليكاسيون هي والتمسوح اللي معاها في دبي. هي اثناء تجولها في احدى المولات في دبي كاتبه لي فام سون كوم لو كروكوديل بور اتخابي اي بور اتخابي لوم ال بلور اون فوا كيل بري ال لو ديفور. تعرف شنو معناتها؟ يعني قالك المراه ترقد حلفه للراجل كيما الكروكوديل تبكي له من الاول بعد ما يحصل في المونديف
تمشمشوا تنقض عليه تمشمشوا. هذه نظريه 8 العماره بو. كل واحد عنده نظريه في الحياه. الببليكاسيون عامله 10582 جيم على الانستغرام. فاطمه نظريتك فيه انت تنقض قبل ما ترقد حلفه ولا كيفاه؟ ما نرقدش حلفه. نتعداو للببليكاسيون اللي من بعد واللي هي للفنانه العالميه اللي نحبها برشا جوليا روبرتس. جوليا روبرتس هي فيديو قصير على الاخر بومغونغ باش وراونا من خلال بومغونغ هذه معاناه الموديل كي باش يعمل سيونس فوتو. يعني ها مش بولها شعرها، يعني بالحق لازم الشعره تكون في بلاصتها موجوده في كل الفراكسيون سكوند نتاع ضربه الكاميرا. دونك فما كاست كامل، اكيب كامله تركح لها في شعرها في الفيديو هذا. كان تدخلوا على الانستغرام نتاع جوليا روبرتس تكتشفوا لي كوليس نتاع الشوتينغ هذايا نتاعها. لا فيديو عملت 113615 فيو على الانستغرام هذايا الصباح بكري، اما ابارامون توا راهي وصلت المليون فيديو هذايا خاطر قاعده تدور على الاخر. نتعداو مع بعضنا للببليكاسيون اللي من بعد واللي هي للممثل العالمي جون ترافولتا. جون ترافولتا مهبط تصويرة ولده كتب عليها ماي سان بين بين از تيكينغ ماي بليس هيز فيرست رحلته على الطائره 380. ما عرفتش ان هو فيهم ولده ظاهر اللي من غادي ظاهر بالحق كل بلون اكثر. اي فوالا دونك هذايا تصويره ولد جون ترافولتا. الناس اللي ما تعرفوش جاتكم فرصه باش تكتشفوه وتتعرفوا عليه. التصويره عامله 50893 جيم على الانستغرام. نتعدى معكم توا اخر ببليكاسيون وانا بيجي نحب نعرف راي الموجودين معايا في البلاتو على الببليكاسيون هذايا. هبطها نيشان الاعلامي العربي نيشان. هذه كانت اني متخيس قاعده تعمل في ستاند اب في احد المظاهرات. هي وقت تعمل في ستاند اب نتاعها واحد تعدي من الجمهور تعدى بس وتعدى كوم سي دوريانيتي يعني ما لا شاور لا بالك لا وسع يعني تعدى بيسها وديما يمشي ولا وقف ولا عمل حتى شيء. عمل سونداج نيشان على الحكايه هذيا ظهر فجأة وقبل المراسلة. هل هذا التصرف مقبول مرفوض وقح ام تحرش؟ شو رايك فاطمة؟ والله حسب المهم هي اللي الجورناليست اللي عامله ستاند اب شادا كريستا ضحك ما عملت حتى تحرش شادا هي خاطر فازت هذوما صايرين تسمعوا برشا في العالم معناتها يصيروا نتاع ضحكه وكاها وما ما صارش عنده اغيغ بونسي فيها. انا بالنسبه لي ولا واحده فيهم يعني تعنيني لا هي مقبوله ولا هي مرفوضه ولا هي وقح ولا هي تحرش. هي حاجه ديكالي تنجم تكون تنجم تقبلها يعني وكما تنجم ما تقبلهاش. دونك هذه هي كانت دورتي في لاست ستار الجمعه هذه. فاطمه قاعده تقول لي رجوع ربي ما لا لا ولا سي با سا معناتها تصور روحك تعمل في ستاند اب وجي واحد يبوسك. اما انا نعمل ستاند اب يجيني كان يعملوا هكا ملتين اي مي سي مش كي يبوسك سامحني. دونك بون لا ما الحق يا ربي ما بيسني حد في ستاند اب بالعكس احنا بنجم بفيدنا. خلينا نتعدى خلينا نتعدى فك علينا بالستاند اب في تونس احنا نعمل مش خليك تعمل ميلا تحرش اخترنا من السوجي هذا خاطر فيه برشا حكايات ولي جورناليست فاهميني وانا فهمتهم. نخرجوا فاصل من بعد نرجعوا.